الله. كتاب أنزله وأعلى ذكر نبينا على كل نبي أرسله وجعل أمتنا الأخير الأولة خلق آدم بيديه من تراب وخلق عيسى بكلمة كن فيكون وخلق البشر جميعا مما بين في كتابه المكنون أنبع سبحانه وتعالى الماء من الجلمود وأخرج الزهر والثمر من يابس العود وهو الغفور الودود. خرج موسى خائفا فعاد وهو الكليم وذهب ذو النون مغاضبا فالتقمه الحوت وهو مليم. ونشأ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتيما فكان الفضل بعد الله لذلك اليتيم. والصلاة والسلام الأتمان أبدا على الهاشمي القرشي أحمد خير من ركب الخوادي وأبر من دعا في النوادي وفاقا ليوسى العوادي وعلى آله وزوجه وصحبه مع محبه. يا بائعا بأرض طيبة عنبرا بجوار أحمد لا تبيع العنبرا إن الصلاة على النبي وآله يشدو بها من شاء أن يتعطرا. صلوا على خير البرية تغنم عشرا يصليها المليك الأعظم من زادها ربي يفرج همه والذنب يعفى والنفوس تنعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام ربنا وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إذن في هذه الأيام نمر بمناسبات منها ما يجوز الاحتفال به ومنها ما لا يجوز الاحتفال به، فأعيروني القلوب والألباب والأفهام وأزيل الكرى عن الأعين وأزيل عنها اللسام لكي نسافر إلى هناك. وما أدراك ما هناك؟ إلى طيبة، طابة، دار النبي ومهاجره والصحابة عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. تلك المدرسة مكتوب على بابها: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. ومكتوب على بابها: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومكتوب على بابها: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول إن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ومكتوب على بابها: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. خلق الله عز وجل الخلق على الحنيفية السمحة، فاجتالتهم الشياطين فعبدوا الحجر والشجر والوذر والمدر وعبدوا الإنس والجن. والله عز وجل خلقنا لعبادته، قال عز وجل في الآية 56 من سورة الزاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تكفل الله لك بالرزق، فقال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأحل الله عز وجل البيع والشراء وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. فانقسم الناس فياما، فأرسل الله الرسل وأنزل الكتب، فأنزل زبورا وآتينا داود زبورا، وأنزل توراة على موسى كريمه، وأنزل إنجيلا على عيسى كلمته، أي خلق بكلمة كن فيكون، وأنزل صحف إبراهيم وموسى، وأنزل كتابا خاتما مهيمنا على الكتب جميعا ناسخا لها. وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيح: والذي نفسي بيده لو أن موسى بن عمران حي ما وسعه إلا أن يتبعني. ثم كان عيسى آية من آيات الله تبارك وتعالى، خلقه ربنا تبارك وتعالى بكلمة كن فيكون من غير أب ليجعله للناس آية. فكانت أم مريم قد جاء عند الطبري بسند لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام نذكره استئنازا، أنها قد كبرت بها السن وتشتاق إلى الولد، فرأت طائرا يطعم فراقه، فدعت ربها تبارك وتعالى أن يهبها الذرية، فاستجاب الباري عز وجل فتحرك الجنين في بطنها. قالت: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. كانت تظن أنه ذكر، فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، ومريم اسم أعجمي تعني المتبسلة العابدة المنقطعة لعبادة الله عز وجل، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح: إن كل مولود يستهل صارخا نزغة الشيطان إلا مريم وابنها.
وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا زوج أختها. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وكان زكريا أيضا قد ابتلي بحرمان الولد، هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. كافى يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. أين أنت أخي العقيل مستقل لأحد الناس؟ قال تزوجت 4 مرات ولم أرزق بالذرية. أين أنت أخي الذي تأخر الحمل لزوجتك عن هذا؟ بدلا من أن تذهب للمشعوذين والزجاجلة عليك أن تفزع إلى الله تبارك وتعالى. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. تلك قسمة رباعية لا خامس لها، إما أن يكون أو أن تكون الذرية كلها ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا أو يكون الرابع عقيما. كبرت مريم وانتبذت من أهلها مكانا شرقيا فأرسلنا إليها روحنا جبرائيل فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إني عبد قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا بعيد. فأجاها المخاض إلى جذع النخلة. وهنا يا من يحتفلون بالكريسمس، أتدرون ما معنى كريسمس أيها المسلمون؟ كريسمس كلمة مكونة من جزئين، كريستوس مات يعني عيد المخلص. يا من تحتفلون برأس السنة، أتدرون بماذا تحتفلون؟ أتحتفلون بابن الإله أم تحتفلون بالإله أم تحتفلون بثالث ثلاثة؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. لا تقل أنا احتفل احتفالا عاديا، قلنا لو أن أحدا سب أباك وسب أمك واتخذ لذلك اليوم عيدا أكنت تحتفل معه بسب أبيك وأمك؟ وقال الرحمن. ولذلك هذا الأمر أمر عظيم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا عظيما تكاد السماوات يتفطر تتشقق وفي رواية ينفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا هذا الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم لدا. يا من يأتي بشجرة الكريسماس كريسماس تريز ويضعها في بيته، أتدري إنك أتيت بوفن؟ شجرة الكريسماس انتقلت إلى أوروبا وبدأت في ألمانيا وكانت تخليدا لعبادة الأشجار من دون الله عز وجل. ثم بعد ذلك في القرن 15 انتشرت لكل أوروبا وأبدلت الشموع بالمصابيح لما تشرق الكهرباء وجعلت دلالة على ما يسمى برأس السنة. سانتا كلوز أو باباهم نويل ذلك الشايب ذو اللحية البيضاء والثياب الحمراء في البيضاء، أتدري ما هو سانتا كلوز؟ سانتا كلوز شخصية خرافية
أو قيل كان قسيسا يتفقد البيوت ليلا ومات السهر بذنب فجعلوه رمزا للكريسمس. هذه هي الأيقونات في ذلك الاحتفال الكفري أيها الكرام الفضلاء، من كريسمس إلى شجرته إلى سانتا كلوزه باباهم نويل. ثم تقول هذا احتفال عادي؟ قال ابن القيم رحمه الله في أحكام أهل الذمة، وأجمع أهل الإسلام جميعا على أنه لا يجوز تهنئة النصارى بأعيادهم، فمن هناهم كأنما هناهم على عبادة الصليب وأكل الخنزير وشرب الخمر. أما أنت تريد أن تحتفل بعد ذلك وتعد العدة إما هنا أو هناك، وتجمع القرابة عندك في البيت وتأتي لهم هابي فير زي تويو هابي نيو يير، أي نيو يير هابي، أي سعادة وأنت تحتفل بابن الإله وبثالث ثلاثة، أي سعادة في ذلك. أما مر بك قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. جاء النبي عليه الصلاة والسلام في أثر فيه مقال، قالوا له انسب لنا ربك، فنزلت قل هو الله أحد، لم يلد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جاء في الصحيح قال إنها تعدل ثلث القرآن، والكافرون جاء عند أهل السنن تعدل ربع القرآن. من قرأ قل يا أيها الكافرون قبل نومه كانت له براءة من الشرك. أين تذهب؟ قال بن باز وبن عثيمين وبكر أبو زيد والألباني والفوزان وغيرهم كثيرا قالوا إن تهنئة النصارى بأعيادهم تدخل في باب الموالاة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك منكم فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى. وين تروح؟ ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وهل عيسى ولد في الشتاء؟ لا في القرآن ولا في الإنجيل المحرف. في إنجيل لوقا العدد 8 الفقر 2 قال، وهو إنجيل محرف لكن أقول لكم من كتب الكون، افهموا دينكم أيها الكرام الفضلاء. قالوا لما جاء الملائكة وجدوا الرعاة كثيرين في البرية، وأخبروا أن امرأة وضعت وليدا لها ببيت لحم. يا أهل الشام، يا أهل بيت لحم، يا أهل فلسطين، وأنتم الآن في الشتاء، هذا الشتاء وقت لخروج الرعاة، والجو ثلوج وقر فارغ، متى يخرج الرعاة؟ يخرجون في الصيف. وانظر ماذا قال ربنا كما قرأنا آنفا من سورة مريم، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. والرطب متى تنبت أيها الكرام؟ في فصل الصيف. إن الكفار أنفسهم النصارى هم مختلفون في ميلاد المسيح، هناك من يحتفل 25 ديسمبر، وهناك من يحتفل 30 ديسمبر، وهناك من يحتفل 1 يناير، وهناك من يحتفل 19 يناير. فتأتي أنت يا أهل الإسلام يا من تقول لا إله إلا الله وتصلي خمسا وتصوم شهرا وتخرج زكاة مالك وتحج بيتا تحتفل بذلك، أما كان أولى منك أيها الكريم الفاضل أن تعين على نشر الحق والصدق، وأن تعلم إن كان لك زملاء من النصارى فتبين لهم فساد العقيدة، وتهدي لهم مصحفا وتقول له اقرأ سورتين. أي واحد عنده نصراني زميل في عمل قل له هذا مصحف مترجم، اقرأ سورة آل عمران واقرأ سورة مريم، لن تجده إلا أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما هكذا وكنا نخوض مع الخائضين، هيئوك لأمر لو فطنت لو فرض بنفسك أن ترع مع الهمل. فهذا العيد لا يجوز الاحتفال به. قال أبو حفص النسف من علماء الحنفية قولا شديدا، قال ومن أعانهم فيه ولو بإهداء بيضة فقد كفر. وطبعا هذه كلمة كبيرة لكن موجودة في كتب الحنفية أبو حفص النسف. قال أهل العلم ولا يجوز مساعدتهم لا بإعداد شاي ولا بهدية
ولا بكيكة ولا بأقل شيء في ذلك اليوم. اللهم هل قد بلغت؟ اللهم فتشهد حتى لا يقال أحد أو لا يقول أحد من الناس ما علمتونا وما قلتونا. لا، قلنا فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ألا أستغفر ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله رفع السماء سبعا بلا عمد وبسط الأراضين مثلهن على ماء جمد وأرسى الجبال فوقهن لهن وتد وخلق الخلق وأحصاهم عدد. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الهاشمي القرشي المطلبي العدنان وعلى آله وزوجه والتابعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم المآل. حملة مباركة جزى الله خادم الحرمين الشريفين أن دشنها وأطلقها وبارك الله له في عمره ونفع به الإسلام والمسلمين. حملة دعم إخواننا السوريين حملة مباركة لا تكلفك شيئا ولا تجعلن الشيطان يثبطك عن الصدقة. لولا طول الوقت لذكرت لكم 60 فائدة من فوائد الصدقة. اي والله، لكن لا اريد ان اضيع 60 فائده للصدقه. منها ان الصدقه تطفئ غضب الرب وتقي ثانيا مصارعه الكفر. منها حديث مختلف فيه حسنه بعض اهل العلم، داووا مرضاكم بالصدقه. احكي لكم قصه حصلت في دوله من الدول. سبحان الله، رجل يعاني من قصور في عضله الخلفيه وأعد له لإجراء عملية في بريطانيا وهو من إحدى الدول العربية. فيقف في عمارته الفارهة ويرى أسفل العمارة جزار يبيع اللحم وامرأة تجمع العظام. فسبحان الله، نزل يستشفر، يعني المرأة ما تشتري لحم لكن تجمع العظام. فسأل قال ما هذه؟ قال صاحب الجزارة إنها امرأة فقيرة ونحن نأذن لها في العظام، تروح تسوي شوربة هي وأولادها. قال اجعل لها 30 كيلو لحمة على مدى الشهر كامل. كم الحساب؟ قال لها المبلغ الفلاني. رفعت المرأة يديها وقالت دعاء أجراه الله على لسانها، سبحان الله، الله يصلح لك قلبك، اللهم تحفظه من الجنة. قالت الله يصلح لك قلبك. قال فشعرت بقشعريرة كأن التماس كهربائي، جلست الكهرباء تعرفوها للمرضى الله يشفي كل مريض. قال تحركت كذا تحرك عجيب، مرة من أول مرة. قال ثم قلت اللهم أمين وخرجت. ثم ذهبت إلى بريطانيا. طبعا في شيء بيسموه ريهابيليتيشن او تهيئه المريض قبل العمليه، يسوون التحاليل يتاكدون ويدخلون على العمليه. قال سووا له التحاليل ورسم القلب وكل شيء. قالوا انت هل اخذت علاجا في الفتره الماضيه في بلدك؟ قال لا والله. قالوا انك الان تحمل قلب طفل عمره 6 اشهر. أتهزأ بالدعاء وتجزريه أو ما تدري ما فعل الدعاء وسهام الليل لا تقضي ولا في لها أمد وللأمد القضاء. سبحان الله. ودعوة المضطر هذه أن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. إله مع الله. صدقة عبارة عن 300 ريال، سبحان الله، ترجعك طفل عمره 6 أشهر بقلب ناضج ينبض بالحيوية كاملا. داووا مرضاكم بالصدقة. من فوائد الصدقة رابعا أن المسلم تحت ظل صدقته يوم القيامة. في الصحيح عن ابن عمر 7 يظلهم الله تظلهم، مو معناها 7 أشخاص، لا 7 أجناس.
تحت كل جنس من هؤلاء ملايين مليارات يعلم الله عز وجل. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفقه يمينه. أنت تحت ظل عرش الرحمن. قال عليه الصلاة والسلام: المسلم تحت ظل صدقته يوم القيامة. من فوائد الصدقة أيها الكرام الفضلاء، تبرد على أهل القبور قبورهم. تصدق بهذا الحمل المبارك عن أبيك، عن أمك المتوفاة، عن عمك، عن خالك، عن صاحبك. قال عليه الصلاة والسلام في السلسلة الصحيحة: قال إن الصدقة تبرد على أهل القبور حر قبورهم. يا الله يا من فوائد الصدقة تدعو لك الملائكة. إن لله عز وجل ملائكة بالنهار وبأول اليوم وبآخر اليوم تدعو: اللهم أعطي منفقا خلفا، وأعطي ممسكا سلفا. من فوائد الصدقة أنها تبقى، ها المال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. هل تظن أنها تذهب أبدا؟ ما نقص مال من صدقة، كلها بركة. جاء في الصحيح أن النبي أهدي له شاة فأخذ يوزعها، فقال لمولاته: ماذا بقي منها؟ قالت: لم يبق إلا الزراع. قال: كلا، بقي كلها إلا الزراع. شفت الفهم؟ بقي كلها إلا الزراع. قال عليه الصلاة والسلام: سبق درهم 100,000 درهم. ليش؟ لأن الذي أخرج الدرهم ما كان يملك غيره، والأخرج 100,000 عند الحساب مليان الله يبارك له، فسبق درهم 100,000 درهم. الصدقات ينميها الله عز وجل للعبد. عند مسلم: إن الله لينمي صدقة أحدكم كما ينمي أحدكم فلوه، الفلو صغير الخيل، وأنت فرح به وتنميه، الله ينمي لك الصدقة مثل ما تنمي هذا الفلو. فوائد الصدقة عجيبة وغريبة أيها الكرام المباركون، ولا يكلفك إلا أن تخرج جوالك فترسل رسالة إلى رقم 55 65. إذا جعلت في الرسالة رقم 1 تصدقت ب10 ريالات، جعلت رقم 2 تصدقت ب20 ريال، جعلت رقم 3 تصدقت ب30 ريال، ولا يكلفك. أنت طالع الآن في المسجد، سوها يا أخي، سوها. نحن نسوا قسوة القلب. من فوائد الصدقة تلين القلب. عند ابن خزيمة وغيره جاء أبو هريرة قال: يا رسول الله، إني أشعر بقسوة في قلبي. قال: أطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم يستلم قلبك. تبغى لين القلب؟ صدق وصدق واحمد الله، وإذ أذن ربكم من شجركم لأزيدنكم. الصدقة تجدها أمامك هناك. وأحكي لكم قصة بها أختم. أن رجلا حضرته سكرات النوم، فكان أبناؤه يلقنونه الشهادة وهو يقول: ليته كان جديدا، ليته كان كاملا، ليته كان بعيدا. فلما يفيق من السكرات، إن للموت لسكرات، وجاءت سكرة الموت بالحق، قالوا: يا أبتان قل لك كذا وتقول كذا. قال: يا بني، مر علي مسكين يوما فأخرجت له ثوبا غسيلا قديما وعندي الجديد. الشيطان يعدكم الفقر، يقول لك: يا رجال ليش نتصدق وإيش ندري وين تروح؟ هذه قائم عليها خادم الحرمين وفقه الله، في أيدي الأمينة وتذهب في أماكنها. فلا يصدقك الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. معنا في هذا المسجد مدخنون ومشيشون، اللهم تب عليهم وعلينا يا رب العالمين. كم تنفق في الدخان والشيشة؟ أنت حديد نفسك. وهذا من كفر النعمة لعمري، أن تشتري معصية الله بنعم الله عز وجل. غيرها يا أخي المبارك، بدلها، اجعلها توبة. وعجلت إليك ربي لترضى. إنك تبدل الآن الدخان والشيشة بتلك الصدقة، وانظر ذلك الفسحة التي يهبك الله إياها. قال: وأنا الآن يا أبنائي أرى أجرها، لو كان جديدا الثوب أعظم. قال: ومر بي مسكين يوما
أراد طعاما فأعطيته كسرات خبز وعندي خبز كامل، وإني أرى الآن أجرها لو كان كاملا كان أفضل. ومر بي يوما سائل يقول إن فلان بمكان كذا محتاج، قال فكسلت عن إيصال الصدقة إليه، وإني أرى الآن لو كان في تلك المكان البعيد لكان أجمل. وأنا أقول لكم لا بعيد ولا شيء، جواله وأنا أخوه رسالة 55-65 وانت 1-2-3 اللي تقدر عليه. وبدل من أن يرسل الناس الهياط والخريط في الوقت اللئيم والبدع والكذب، ارسل هذه الحملة بأرقام حساباتها الدالة على الخير له مثل أجر فاعله. وبعض إخواننا الفضل الذين يجعلون صور النساء وصور الفنانين واللاعبين، اللهم اهدنا وإياهم يا رب العالمين، وصور العري، اجعل صورة الآن الواسط تكون عندك ذاك الله خير، هذه صورة الحاج الحملة المباركة، ولك أجر كل من دخل فازك فتذكر بذلك وقام وقام تصدق وافتتح خادم الحرمين فتح الله له كل خير ب20 مليون ريال، ولي العهد ب10 ملايين، ولي العهد ب8 ملايين، لنقتدي بهم، والدال على الخير له مثل أجر فاعله. ألا وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة عليه والسلام، فقال في محكم التنزيل في أي الذكر الحكيم مبتدئا بنفسه مثنيا بالملائكة المسبحة بقدسه مؤيها بكم أيها المؤمنون من خلقه قائلا حكيما عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الأبرار الأطهار الصديق أبي بكر صاحب الغار والفاروق عمر المغوار وذي النورين عثمان زوجي كوكبتين الأبكار وأبي السبقين علي الكبار وعن كامل العشرة والسنة بالجنة والصحابة والسبعين ومات من الكرم وعن معهم بإحسان إلى يوم ما ربنا في نفوسنا تقواها زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم انزل علينا من بحر جودك البركات، كفر عنا جميع السيئات، وكفر من قول لا إله إلا الله عند الممات، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، نجنا من شر الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وتوليت أمرنا وقلت قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من أعياد النصارى ومن أعياد اليهود، ونعوذ بك اللهم أن نشاركهم في شيء من هذا الباطل، ونسألك أن تميتنا على لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا في هذه الحياة الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا أحب عبادك إليك وأقربهم زلفى لديك. اللهم من كان معنا ممسوسا أو معيونا أو محسودا أو مدخنا أو مشيشا أو ذا معصية وكلنا ذلك الرجل، اللهم لا تقلبه من هذا المسجد إلا وقد سترته وغفرت له يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم اقض الدين على المدينين واشف المرضى ونفرج عن المكروبين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم آباءنا كما ربونا صغارا وأمهاتنا. اللهم كان منهم حيا أصل عمره وعلى الطاعة وارزقنا بره حتى نلقاك على خير، ومن كان منهم ميتا فاجعل مثواه جناتك جنات النعيم. اللهم احفظ ولاة أمري لما تحب وترضى وخذ بنواصينا البر والتقوى. اللهم اجمع بين كنيسة الإسلام وعز به المسلمين. اللهم كن لأهلينا في بلاد الشام وفي أراكات والعراقين واليمن وفلسطين وفوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم انصر جنودنا البواكر يا رب العالمين، واجمع لهم نصرا وتمكينا وغنيمة يا قوي يا جبار يا متين. اللهم لا تحرمنا فضلك. اللهم وفق أهل الحزبة والهيئات واجر الخير على أيديهم وألسنتهم يا فاطر الأرض والسماوات. تم الكلام ربنا المحمود له المكارم والعلى وال ثم الصلاة على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ما لاح حمري أو رفع. الله